alors اليوم حنا يا كاملين انا وماسر نعمه جينا pour le lancement ديال لا مارك ديال بلقيس كنتمنى ليها كل التوفيق نعمه ومرحبا بها عندنا في المغرب هذا شرف لينا لان c'est une personne كتبان لنا في لي ريزو سوسيو بانها غزاله وطيبه وقلبها كبير ومرحبا بها encore une fois عندنا في المغرب نا علاقتنا زوينه بزاف سي ما بتيت سوغ انا كنعتبرها ديما اختي الصغيره واخا هي ماشي صغيره بزاف ولكن انا كنعتبرها ديما اختي الصغيره هي المفشاه عندنا في الدار حنايا صحابات بزاف قبل ما نكونوا خوت حنايا صحابات بزاف وني بيست فريند اي علاقه ديالنا زوينه لا قاعده دخلت بالفاسيه حيت انا شحال هادي كنت كنقول ليها تعمل هادشي وما كانت شي كتعطيه الوقت دابا هي تقول لكم بلا لا الفاسيه كيفاش دخلت المواقع التواصل انا كنت كندير دي فيديو شغ سناب شات واختي شجعتني ندخل انستغرام نسيت سناب شات بقيت كونسونطري في انستغرام بديت كندير دي فيديو ديال الضحك جي لي سوبريمي كاملين مورها بديت في البلوغينغ grâce à ma sœur et dernièrement بديت كندير واحد لي فيديو بيان سور كنا الناس غيكونوا شافوهم كاملين هادشي اللي كاين حبيتني نقول لك يا لالا مرحبا بلالا بلقيس عندنا في المغرب صرفاتنا ونورتنا وهذا نهار كبير هو هادشي اللي كاين ونزيد انتينا عند هاد لالا بلقيس ونزيد باش نشوف الافتتاح ديال لا مارك ديالها الجديده وانتينا هاد لا مارك هادي ما تحبها ايوا اكيد ما نحبها انتي غتزقبها وداغوغي هاكا كنتوما عندكم في هالفاس كيزربوا هاد الشيء ديال البيوتي ولي حنايا في هالفاس السيت يحما وعليه خصهم هما يزربوا وما تديها معاك للحمام ايوا ما نشوف الماسك ديالي تتباع عندي في المكازان ديالي الناس تيسولوني عليه بزاف سي ماسك زوين اللي هو il protège ماشي كونتر كوفيد يعني ما كيخليش كوفيد يدخل مي هو بال شنو سميتها هاد لا ماتير نسيت سميتها مي ما كيخليش زعما شي حاجه تدخل اون بلوس كنقدروا نشوفوا لا بيرسون كنقدروا نتنفسوا اي اللي داير شي ماكياج كيقدر يخليه لا بوغ لانستون كنفكر ان بنتي خاصها تقرا 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 باش ان شاء الله نبغيها تكون في شي مرتبه عاليه ومن بعد بيان سور الا كان باغا دير شي حاجه انا غنشجعها انها دير شي حاجه زوينه غنكون ديغيغيل غنعطيها لي كونساي غادي نحترم الراي ديالها يعني بيان سور غنكون موراها غادي تكون عندها اون مامون اللي عندها اون اكسبيريونس اللي غادي تعرف تعطيها توجهها بالطريقه الصح هي براسها راه بالنسبه ليها راه مزيان تكون عندها زعما ام بحالي الله يسترهم يا ربي تحفظهم هادشي غتلقاها مسكينه ما عارفاش وصافي واش كاين شي واحد كيدعي على الناس بهذا المرض يا ربي تحفظ الناس ما تنعرفوهمش وتشوفوهم في ديك الحاله يبقاو فيك ويل لا جو بونس با كتقولها بالنيه ديال فريمون الله يعطيهم الله يحفظ ديك المرض ولكن يمكن ما فاهماش وصافي ما تنديش عليها شفت انا لي فيديو ديالها مي ما نديش على داكشي اللي قالت الله يستر يا ربي تحفظ الناس كاملين ما نبغيوش ليهم شي حاجه خايبه انا كاينه في يوتيوب ولكن يلاه بديت ضروري ايوا ما تنساوش تتبعوني في يوتيوب انا تنقولها لكم ديك الساعه يعجبكم بزاف ام غاني بيوتي كنستعمل عندي واحد الديماكيون اللي هو خيالي 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 ما كيطيحش الشفران الحجبان يعني حنا كنمسحو وجهنا دائما كيرطب كيعطي واحد النضاره اللي هي غزاله زوينه بزاف اي انا كندير بزاف ديال لي سوام من غير لي كريم وديكشي اللي كنستعمل
كندير بزاف ديال لي سوان عند واحد لا ديرماتولوج ديالي اللي هي توب، كندير عندها لي سوان. كان انا من النوعيه ديالي اللي كنبغي نتهلا في راسي بزاف، في البشره، في الشعر، في راسي، يعني الواحد ما خاصوش يهمل راسه. كلمه اخيره، الله يخلي لي خواتاتي اللي كنحبهم بزاف، خليك ليلي، وكنتمنى التوفيق لبلقيس، وكنتمنى التوفيق للناس كاملين اللي كيتمناو انهم يديروا ان بروجي. كنقول لهم نو بيسي با لي بغا، افونسي، ديروا ان اوبجيكتيف، خدموا عليه، راه حتى حاجه ما تجي سهله. ما يغركمش لي ريزو سوسيو ويحسب لكم راه لا فيون غوز، راه الناس كتخدم باش توصل لداكشي اللي غادي توصل ليه. ما تخليوش الناس يحبطوكم، ثقوا في الاهداف ديالكم، ثقوا في راسكم، اي سورتو ما ديروش بحال الناس، ديروا داكشي اللي نتوما اللي كتبغيو حيت غتعطيو فيك. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.